الاحكام كانت قاسيه. اكتم التوجه اكتم كاينش هناك توافق بين المناقشه التي تم اجراؤها من طرف الاتفاق والحكومه هناك تناقضات احكام قاسيه جدا طرح بين 7 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 4 سنوات حتى الناس اللي عندهم صراحة تم توقيع عقوبة نافذة في حقهم كان التبرئة من تكون عصابة إجرامية وهذه هذا كانت غتكون واحد السابقة في تاريخ ديال القضاء لو أنه تم الحكم تكون عصابة إجرامية الحكم كان فيه البراءة من تكون عصابة إجرامية في حق الجميع ولكن تم الإلقاء على بعض التهم مع العموم شخصيا لست راضي على لانه حق قاسي جدا تتمنى انه في محكمة السناف يتم يرجع الامور الى النصاب. استاذ 30 متهم اذا كان ممكن يعني التوضيح ديال يعني هاد ما عندوش تفاصيل يمكنش نقولوا لانه كاين 23 متهم هناك تهم متفرقه قط بين 7 سنوات 5 سنوات 4 سنوات حتى الناس اللي عندهم في حاله صراخ وما كاينش وسائل اثبات تم الحكم عليهم بعقوبه نافذه.